أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هناك أمر قد أشكل علي، وهو أن التداوي بالعلاج حكمه مباح، فهل إذا تركت العلاج وترتب على ذلك هلاك نفسي، فهل أكون آثما؟ لا، ما تكون آثما، العلاج مباح، إن فعلته فلا بأس، وإن تركته فلا حرج، ومن المباح متساوي الطرفين، بخلاف الأكل من الميتة، هذا يقينا إذا لم تأكل تموت، لكن العلاج ما هو بلزوم، قد تتعالج وتموت ولا ينفعك العلاج، العلاج ما هو مضمون، بخلاف الأكل من الميتة عند المسغبة هذا مضمون، إنه علاج مضمون، إنه سيبقي عليك حياتك، العلاج ما هو مضمون إنه يبقي عليك حياتك، بينهما فرق. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.